اذا خليت شوف نقلعوا لآخر نقلعوا واحد الذبابه هي طير من هنايا يلا روح جري تلعب اذا الموضوع او مش اللي قلت لكم مش حتقدر تغمض عينيك وما وقع في 24 ساعه الماضيه يعني شيء لا يصدق شيء لا يصدق البارح كنت نشرت بعد اللايف كنت نشرت هذا الخبر أيها الذباب حل عينيك وشوف شوف النظام اللي راك تدافع عليه. شوف النظام اللي راك تدافع عليه. كنت نشرت هذا الخبر عن جريده الخبر. سفير السعوديه ادى زياره للواء المتقاعد خالد نزار في بيتي موقف تاريخي للرياض تجاه الجزائر. السعوديه تؤكد اعترافها بتضحيات الشعب الجزائري في مواجهة الإرهاب الأعمى زيارة السفير السعودي لقيت تقديرا عاليا من الرئاسة الجمهوري راكم تشوفوا بالحمر يعني العنوان الرئيسي العنوان الرئيسي يروحوا يكتبوا هنا في المقال هذا هو المقال الموقف التاريخي هذا نشروه اللي كتبه لزهر فوضيل في خطوة حظيت بتقدير من رئاسة الجمهورية الجزائرية أدى السفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري أول أمس زيارة إلى وزير الدفاع السابق سابقا لواء متقاعد خالد نزار أبرزت زيارة السفير السعودي للواء المتقاعد خالد نزار الحرص الكبير الذي توليه المملكة كذا على متانة العلاقات وفي دير التجاذب بين الجزائر وسويسرا لم تخف الرياض موقفها تجاهلها فأدى ممثلها حسب مصدر عليم حسب مصدر عليم أول أمس زيارة إلى بيت نزار بعد أقل من أسبوع من بيان وزارة الخارجية الجزائرية وهذه الزيارة بس لقيت يعني سبحان الله هذه جريدة الخبر يعني من أكبر الصحف في الجزائر لقيت تقديرا بالغا من رئاسة الجمهورية وتتمينا عاليا يعكس الاحترام الذي تكنه السعودية وحكامها هذه الجزائر وكانت الجزائر قد أعربت عن أسفها إذا القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسية المهم هذا هو المقال اللي نشرته الخبر كما راكم تشوف هذا هو المقال يعني أنا كنت كتبت تغريدة قلت بأن المحكمة السويسرية وجدت تهم لسفاح لائحة تهم ارتكاب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية خلال سنة سنوات التسعينات التي شهدت طبعا الحرب الأهلية بعد وقوع الانقلاب على الشرعية انتخابات 26 ديسمبر 1991 اللي فاز بها حزب الجبهة الإسلامية الإنقاذ طبعا الحرب التي أدت إلى مقتل عشرات العشرات الآلاف عشرات الآلاف من الجزائريين العدد يتكلموا عن 250 ألف ما كانش عدد مضبوط لكن الذين قتلوا يقدرون بعشرات الالاف. وانا عشت هذيك الحرب. واختطف اكثر الاستفادة الاختفاء القسري اكثر من 22 الف جزائري. انا واش قلت في التغريده؟ خالد نزار يتحمل المسؤوليه يتحمل المسؤوليه عن سفك دماء الجزائريين هو واللي كانوا معاه لانه كان من الممكن تفادي كل ما حدث في التسعينات لو ترك الامر للسياسيين وخلّوا العسكر ما يدخلوش الأم... أم... ارواحهم في الامور الامور العسكر عفوا الامور السياسيه وكنت موجد باش نتكلم يعني نعطي الرؤية نتاعي حول الموقف السعودي وعلاش مشى السفير زار وكذا ونعطي الرؤية نتاعنا في اطار يعني في اطار التحليل في اطار تحليلي مبني على على دراسة تسلسل الاحداث والموقف السعودية والعلاقات بين السعودية والجزائر لكن قبل قليل غير شويه غير كيكي من البث المباشر واش وقع؟ يخرج خالد نزار ويكذب وينفي انه زاره سفير السعوديه في داره نعم جاء هذا المقال وبالبند العريض والرئاسة الجمهوريه تمت هذه الزياره يخرج خالد نزار ويقول لهم انا ما جانيش السفير السعودي هذا شكون اللي نشر هذا الخبر يعني التكذيب ولا النفي نشرو ولده اللي عنده موقع الجيري باتريوتيك اللي هو لسان حال خالد نزار وهنا غادي نشارك معكم الموقع كما ستلاحظون هنا نشر هذا موقع الجيري باتريوتيك خالد نزار Je n'ai pas rencontré l'ambassadeur d'Arabie saoudite. As -safir as -saoudi. Nous publions le, le démenti adressé par le général, cest yani, le général Khaled Nazar, à nos confrères du soir d'Algérie et Al-Khabar, les fi, euh, le soir suite à une information faisant d'état d'une rencontre de l'ancien Yani. نظرا للخبر الذي اعلن عن لقاء او استقبال خالد نزار لسفير المملكه العربيه السعوديه. Vous avez نقبنا في صحفكم بتاريخ الاحد 6 سبتمبر 2023 معلومه يعني تقول بان سعاده السفير السعودي بالجزائر زارني في بيتي. Je tiens à démentir formellement وفي بشكل قطعي هذه المعلومه depuis mon départ à la retraite منذ ذهب الى التقاعد j'ai cessé toute activité officielle et me suis toujours interdit d'interférer dans la gestion des affaires il y a l'imanich ndakhal f l'umour mtalqa و euh, je profite à cette occasion pour saluer la déclaration du monsieur يعني هنا حيا احمد عطاف ولا declaration اللي دارها عقب اتصال بين وزير العطاف ووزير الخارجيه السويسري ما هذا ما هذا يا الخبر ويا لو سوار انا شفت الخبر في جورنال الخبر يعني تنشروا حاجه ما صراتش تنشروا خبر يقول ان السفير السعودي زار زار خالد نزار في داره وخالد النزاري يكذب هذه فضيحه هذه فضيحه كبيره لجريدة الخبر وفضيحه لنظام العسكر لان جريدة الخبر ولات كما واحد الوقت كانت مستقله كانت مستقله وكان عندها وزن لكن الان ولات كيما الابواق هذوك الدكاكين الاعلاميه تاع النظام العسكر اللي ما يقدوش يتنهتوا كما يقولوا لهم كما يقولوا لهم وانا اعي جيدا ما اقول الخبر اليوم الخبر بهذا الفضيحة غادي يتكلموا على الخبر ما يتكلموا على النظام يتكلموا على الأجهزة الخبر بهذه الفضيحة أساءت إلى مصداقيتها وسمعتها واليوم ما ولات عندها قيمة خلاص كل أسف يعني هذا الخبر اللي قدمت صحفيين شهداء واللي كل صراحه ضحايا عمليات اجراميه في سنه 90 ضدهم اقلام حره اليوم تروح تنشر خبر على سفير دولة مثل السعودية وتقول باللي مشى زار جنرال خالد نزار ويخرج الأخير ويقول أنا ما كاش لي يعني المشهد الإعلامي في الجزائر راه مشهد كارثي الآن مشهد كارثي على جميع المقاييس مشهد كارثي على جميع المقاييس لكن كي نديرو لاناليز ونحلو هذا هذه هذه الفضيحه هذه الفضيحه مره اخرى مثلها مثل المقالات التي نشرت عن الامارات يؤكد ان هناك خلاف كبير داخل دواليب السلطه وداخل داخل النظام هناك خلاف كبير بين اجنحه داخل النظام الخبر ما جاتش لم تتاكد بريميرمون من ان السفير لانه كان كانت تتعامل بمهنيه ومصداقيه السفير زار خالد نزار جريدة الخبر تتصل في السفارة لتتأكد مشي من مصدر معلوم ولا لا كما كتبوا في المقال نرفض التليفون ونتواصل مع السفارة قال هل فعلا قام السفير ما جاوبوش ما ننشرش الخبر ما نشرش الخبر لأن خبر مثل هذا اذا ما نتاكدوش من المصدر الاصلي يعني جريده اللي عندها الان 33 سنه من الخبره تطيح في هذا في هذه الفضيحه الاعلاميه بهذا الشكل عيب عيب هذا ما ما معناه معناه ان الخبر الخبر رسلوا لها المقال ونشرته مخابرات بن اكلون ولا مانيش عارف ولا واش من مخابرات اللي رسلت لجريدة الخبر نشروا الخبر والسلام ما حاولوش يفهموا لأن اللي بعث لهم أعطاهم أمر باش ينشروا المقال وتحولت هذه الصحيفة إلى إلى أداة في المخابرات كما تقول لها المخابرات الدير وهذا يؤكد على وجود تخلاط كبير أنا قلت لكم هذا نظام العسكر نظام خلاط نظام العسكر نظام خلاط بامتياز موجود تخلاط كبير بسبب سعي تبون الى العهده الثانيه بسبب سعي تبون الى العهده الثانيه هذا التخلاط غادي ياخذ اشكال اخرى كلما اقتربت اقترب موعد المسرحيه الانتخابيه نتاع 2024 هذا غير شوفمون هذا غير شوفمون لان تهجم الامارات ونشر خبر خاطئ على سفير السعوديه هذا امر غير طبيعي هذا امر غير طبيعي وهذا يذكرنا بما كان بما وقع في صيف 2018 ويذكرنا كيفاش تتحرك الاجهزه كيفاش كانت تتحرك الاجهزه بعض المرات ضد بوتفليقه مثلا نفس الشيء سيتكرر يتكرر في هذا الوقت نفس الشيء سيتكرر يتكرر مع تبون تبون الذي حصد الهزائم ولم يحقق اي شيء من البرنامج نتاعو الاجهزه الان ستتحرك تتحرك ضد تبون وضد شنغريا هناك جناح يامر الخبر بان تنشر مغالطات الغايه منها توظيفها ضد تبون الذي يريد عهده ثانيه وما غاديش نتفاجئوا خلال الاشهر المقبله ان يكون هناك تحريك ماشي للصحف بل تحريك للشارع بل تحريك للشارع لافروف مين قال اختاريناش الجزائر وما قالش الجزائر ولكن كانت باينه نختارين الدول اللي عندها الوزن واللي عندها الهيبه وعندها المواقف ها هي لا ها هي اولا الدليل الدوله الجزائريه في حكم النظام العسكر ما راش عندها هيبه ووزن والخطير ان الخبر في المقال هذا الخطير انهم تكلموا عن رئاسه الجمهوريه تكلموا على رئاسه الجمهوريه يعني رئاسه الجمهوريه تمنت هذه الزياره ما هي الخبر يعني كان عليك ان تكلفي نفسك الاتصال برئاسه الجمهوريه والتاكد من هذا الموقف وهنا ياكد بان رئاسه الجمهوريه وانا حسب حسب التخمين تاعي ما ثم ما والو ما على بالهاش واللي سرب ولا اللي اعطى الامر لجريده الخبر باش تنشر الخبر المقالين ضد الامارات هو نفسه المصدر اللي اعطاهم الخبر او المقال باش ينشروه على زياره سفير السعوديه الى بيت خالد نصر متاكد 100% من هذا متاكد 100% من هذا الامر شفتوا يا بني وطني للدولة المختطفه من طرف هذه العصابه كيفاش تسير شفتوا على فضيحه فضيحه تعري هذا النظام تعري هذا النظام وتكشف حقيقته راهم غير بالدقين بعضهم البعض ويخلقوا الافخاخ لبعضهم البعض والصراع سيشتد اكثر خلال الاشهر المقبله الصراع سيشتد وهذا البيان نتاع خالد نزار هذا البيان نتاع خالد نزار شوف هذا الخلل اللي راه موجود في الدولة الحالية هناك خلل الدولة محكومة من طرف عصابات الدولة محكومة من طرف أشخاص يعني يتناحرون حول المواقع يعني حول حول الامتيازات حول المناصب وهذا أمر خطير ويسيء بشكل كبير سمعة الجزائر يعني بكل صراحة من ضربة هذه البريكس الجز... الدولة الجزائرية راها تتلقى في صفحات وراها تتبهدل أمام العالم راها تتبهدل أمام العالم بشكل غريب بشكل غريب شفنا الصفحة نتاع البريكس شفنا الجريمة التي حركت العالم نتاع السعودية وخلات دول كبيرة تحذر بالاقتراب من الجزائر واليوم رانا نشوفوا هذا هذا الاعلام المسير من طرف المخابرات كيفاش ينشر خبر لا اساس له من الصحه لان النظار آه هنا نزار هو اللي كذب نزار هو اللي كذب قال ما, استقبل ما استقبلش استقبلتش السفير يعني وكان نشره موقع عادي اخباري ولا صحيفه لكن تنشره صحيفه مثل الخبر اللي عندها تجربه وعندها رصيد هذا يؤكد على انه هناك لخبطه وان الجزائر ليست ليست في بخير في الوقت الحالي الجزائر ليست بخير يعني كي توصل لوسائل الاعلام تنشر معلومات خاطئه او اخبار كاذبه عرف باللي الوضع الان ما راهش وضع سليم وان ما يحدث داخل دولي بالسلطه يعبر عنه من خلال هذه الخرجات ومن خلال من خلال هذا يعني التحكم في وسائل الاعلام لتوجيه الراي العام. التحكم في وسائل الاعلام من اجل توجيه الراي العام. اعتقد ان الجزائر ستعيش اشهر صعبه هذه المقبله قبل المسرحيه هذه اللي راهي غادي يوجدها النظام وان الامور غادي تكون صعبه شويه على تبون فيما يخص الذهاب الى الى عهده ثانيه لان الشهادة هذا اللي راه يوقع الان خطير وغادي نشوفوا امور اخطر اذا استمر الامر على وعلى حال مانيش عارف هل السفاره السعوديه غادي تكذب ام لا لحد الان نشوفوا نضربوا طله هنا في في الحساب حساب السفاره السعوديه بتويتر تويتر نشوفوا السفارة لا لم تنشر أي تكذيب لحد الساعة ولكن الأهم المعني بالأمر هو اللي كذب المعني بالأمر هو اللي كذب الانتخابات غادي تكون من المفروض أنها تكون نهاية ديسمبر أو ديسمبر 2024 هذه على حساب الاخر ممكن جدا انهم يدفعون نحو انتخابات مسبقه اذا زاد الضرب من طرف هذا الجناح داخل النظام اللي هو اكيد جناح استخباراتي اللي راه يحرك جريده الخبر وبعض الصحف من اجل يعني قطع الطريق امام الجناح الذي يريد استمرار تبون وشنقريحه على راس الدوله او في الواجهه المدنيه والعسكريه نتاع نظام العسكر فضيحه فضيحه ويعني انزلاق خطير الخطوره نتاعو تتجاوز جريده الخبر كناشره لمقال جاءها من جهاز استخباراتي الخطوره في احتدام الصراع داخل السلطه او داخل النظام داخل اجنحه النظام بالنسبه للمرحله المقبله اللي راه للمرحله المقبله اللي رهج.